انهم فيها في هذا الوقت لابد ان نتخلص من هذه الضغوطات على المستوى الهجوم. محمد حتى لم نشوف هو اسرع منهم واذكى منهم، سبب في ضربه الجزاء وسجل الهدف، مش عارفين يتعاملوا معاه مع ان الثلاثه ضد واحد. اسرع منهم واذكى منهم، سبب في ضربه الجزاء وسجل الهدف، مش عارفين يتعاملوا معاه مع ان الثلاثه ضد واحد. فهو ذكي وعنده مشكله في وسط الملعب. كريم بضياف لوحده، حسن بيروح على الاطراف كتير، عبد العزيز حاتم بيروح على الاطراف كتير، ويا ريت بيقوموا الادوار الدفاعيه، الاطراف برضه مكشوفه. فالتمركز جيد بتاعه اسرع. منتخب الاكوادور يلعب بطريقه جيده، وراينا اللاعب رقم 20 مانديز واللاعب رقم 22 هما من يتحكمان في وسط الميدان ويطلعان بدور صانعي الالعاب. انظر هنا اللاعب رقم 23 متحكما في الكره بطريقه جيده، وهو ما يقوم بالعمل الاكبر في وسط الميدان.